Hi guys! بهيدا التوتوريال اللي هنكون عم نكفي على our scientist. So عملنا already setting up the bones. هلأ رح نطفي الكاركتر ماش حتى نشتغل على الكنترولر. So رح نروح على thighs ونوصلهم بالهب. بس قبل رح ظبط شوي workspace. So select them, link them للهب bone. ساعتها كيف ما يبرم خسروا الساينتست الجاي بيبرموا معه. And then I will go and select my thigh animation IK و HI solver وأصله على الأنكل وبيبين عندي ال IK handle. ساعتها كيف ما يطعج إجره فخده وركبته بيتأثره. IK هي inverse kinematics اللي حكينا عنها هديك المرة بالفيديو تبع الكاركتر انيميشن يلي بتخلي انه اذا هزيت ايدي كوعي وكتفي يتأثروا. So I'm gonna do this for the hands and the legs. I can test it, بس اكيد كل مرة بعمل any kind of testing بدي ارجع انتبه انه رجعت على البوز الاصلية. And I save. Keep on saving. لأنه أحسن. هلأ رح روح على الهيلبرز اخلق appoint helper box فينا السايز تبعه يكون قد ما بدي حأعمله 20 and then قبل ما أعمله duplicate قصدي رح كون عم بعليه حتى يصير على القد على الجريد وما يعود نازل. So رح ظبط البوزيشن and then I will duplicate it. اوكي حطيت الفاليو يلي بدي اياها and then shift move بدي اعمل 3 copies تيصير عندي 4 helpers. So I will select the first one رح اكبس على alt A and link it مع ال IK chain تبع ال left leg and I will align it على ال X Y ورح اطفي ال Z ورح حط OK and then تاني وحدة Alt A وكليك على ال bone تبع ال angle. I will align it على locally مش بال world. So عملت align orientation على local and then shift A بون تبع التو حتى تصير بالمحل المناسب. تالت هلبر Alt A مع التو كمان Align Orientation Local بلا Position على الورد Shift A مع التو تب وآخر وحدة رح كون عم بكبس Shift A على الأنكل بون حتى تصير بمحلها المناسب. And then I will have to rename it مثل ال conventions تبع البون بدي يكون عندي convention لل helpers. So هيدا يلي على الأنكل رح يكون اسمه point H underscore L underscore ankle 01. تاني وحدة رح يكون اسمه point H underscore L لأنه left underscore heel 01. اتجاهلوا انه طلعت معي هل so انتبهوا على typos. point H underscore L underscore toe 01 واخر وحدة point H underscore L underscore toe tip 01. And now I will have to link them. So رح أعمل linking من الأنكل على التو helper ومن التو على التو تب helper ومن التو تب على الهيل وكمان I can test إذا مش الحال إذا الهيل صار هو البارنت تبع كلهم. So we're good. أكيد بدي أرجع رد على الانيشال بوزيشن and now I will have
to select all my point helpers and to mirror them to create الهلبرز يلي على إجر اليمين. So to do so رح أكبس على المرور في يغير الأوفسات copy. Okay. هل I should realign the helpers على ال right leg, وخاصة أنه أنا بمطرح مطارح while creating my bones I didn't preserve the symmetry. So بدي ارجع عيد كل شيء لعمالة اليمين, بس بقلب هيدا التوتوريال رح كون عم بشتغل عمالة الشمال بس لما نضل 100 سنة عم نعمل كل شيء. So I will select all my helpers, alt right click freeze transform. شو الهدف منها؟ مثل ما اسمه بيدل, to freeze the transform. ساعتها بيكون عندي هيدا الانيشال بوزيشن عطول فيي ارجع له. ونحن عاملين سلكشن لل IK منروح على animation constraints position constraint ومنكبس على ال point helper تبع ال ankle, and then while selecting the bone تبع ال ankle constraints بقلب ال animation orientation constraint and we link it مع ال toe helper, and then نكبس على toe bone animation constraints orientation constraint and نكبس على ال point edge تبع ال toe tip. So هيك بنكون جمعنا ال constraints مع ال helpers, and then هول ال helpers رح نكون عم نوصلهم مع controllers. ساعتها بس أنا بدي حرك الإجر أو أعمل rotation أو حيالله شيء, I don't move the bones أو the helpers, I move the controllers. So رح روح على create line, في اكبس على ال 3 مع الماجنت to snap the points على الجريد, ورح كون عم برسم ال controller تبع ال leg بشكل بيشبه الليج. And then finally I will close my spline. In case بدي ارجع ظبط شيء I can do it. I have to enable it بقلب الفيوبورت كرمال حتى ينقشع, بس مش in the render لأنه ما بدي يبين بقلب الرندر. I can change the thickness لأنه مريض بمزح the thickness. و again I can always modify my points يلي خلقتهم. In case حسيت مثلاً أنه هون صوب الهيل كتير قريبة في إرجع رجع وزبط الشيب بالشكل يلي أنا بدي. And once I have my desired shape I save and I rename it. رح سميها Control CTRL CTRL C لأنه it's a controller underscore L لأنه left underscore leg 01. When order to do the controller تبع right I can mirror continue working, بس again I won't do so. And هلا رح فوت على effect pivot only Shift A على ال IK handle to snap my pivot على ال IK handle, بس ال pivot الكنترولر بديه انه يضل محله. كمان Alt Right Click Freeze Transform حتى يصير عند ال initial position تبع الكنترولر بهيدا المطرح. And then رح روح على ال modifiers وزيد Attribute Holder كرمال حتى يحمر my attributes. شو ديب animation, and then I'll go to parameter editor تأخلق هدول ال attributes. So رح روح أول شيء أخلق string سميها heal control, وبال default text رح كون عم بكتب x y z rotation. So الفكرة انه هو الكنترولر رح يكون عم بيحرك the entire leg, بس اذا انا بدي حرك شيء specific من الاجر رح كون عم بخلق له attributes بدل ما كون عم بخلق different controllers. Once I click on add رح يبين عندي بالcustom attributes انه صار عندي here control. And then رح اخلق a float رح سميها heel x. And then
الويدث راح خليه يكون 100، الرينج من minus 360 ل 360. هلا اذا انا بدي اخلي ماي انيميشن تكون رياليستيك في اخلق كونسترينتس اد تنزيد. سو اذا انا let's say بدي انه عن جد اخلق كاركتر بيمشي مثل الانسان العادي، انه انا بس الو اجري يعني عاملها روتيشن، في عند ليميتس ما رح تبرم بالشقلوبه كلها. بس اذا انا عم بخلق انيميشن فيها اكزاجريشن، سو من هيك بفتح الرينج على الاخر. كمان بعمل ذات الشيء لهيل واي وهيل زد. And then I will create another category of controllers يلي هن التو كنترولز. كمان بالديفولت تكست رح كون عم بكتب X, Y, Z rotation. So we are repeating ذات الشيء عملناه للهيل للتو. و under this toe attribute رح يكون عندي 3 attributes اللي هن X, rotation, Y والZ. وساعتها لما اليوزر يلي عم بيستعمل my character whether it's me or another animator بده يعمل animation للهيل بغير الفاليو من هون. نحن عم نخلقهم spinners so فيكن تكتبوا الفاليو فيهم او تعلون وتوطون. كان فينا نخلقهم كمان slider so بيكون هيك في يزيح السلايد وبيطلع على specific value. And finally رح اخلق البول control كمان XYZ rotation و under it I will have ball X, ball Y, ball Z وهذا رح تكون للتوتب. هلأ بتشوفوا كيف يعني رح تكون لشو بس بدنا نعمل wiring. Now that I am done, I will close my editor, save عطول. رح روح على my controller, right click. رح انزل على wire parameters, modified object, attribute holder, custom attributes اللي أنا خلقتهم و I will pick the heel X منه. And then رح روح ورح اكبس على الهيل هيلبر. رح تفتح عند ترانسفورم روتيشن زيرو إلر ورح اكبس على اكس روتيشن. سو هلا عندي هون اوريدي بيكت هيل اكس والاكس روتيشن. رح اعمل كنترول دايركشن من الهيل اكس للاكس روتيشن وتحت رح كون عم بكتب ديج تو راد. سو ديجري تو رادين. And then connect. ورح أعمل زيت الشيء للهيل Y والهيل Z. يعني I'm connecting my custom attributes تبع الهيل على ال point helper تبع الهيل و specifically ال X مع ال X, ال Y مع ال Y وال Z مع ال Z. وعم I'm specifying the control direction لأنه بدي to control ال point helper يلي هو actually controlling the bone من ال controller ومش العكس. Once I'm done I'm gonna repeat this process لل toe controls ولل ball controls. So رح ارجع على my controller. Okay. ضبط my typos. رح أعمل right click again wire parameters. I'm gonna follow the same steps. So رح روح على لا رح روح على modify object attribute holder custom attributes هالمرة toe x. I'm gonna link it لل toe helper على ال transform rotation zero error
X rotation. وكمان الكنترول دايركشن رح كون عم حط degree to rad connect. I'm gonna do this for the toe X, Y and Z. And finally, I'm gonna wire parameters, command modified object attribute holder, custom attributes, ball x, كرمال البول. وهالمرة I will link it مع ال point helper تبع toe-tip. Transform, rotation, zero iller, x, كمان degree to rad, control direction, وconnect. So هلأ finally رح كون عم بعمل linking من الهلبر تبع الهيل على my controller and then I'm gonna be testing my controller تشوف شو وضعه بالانيميشن. إذا I move it كل الليج عم تعمل animation, is it following the rotation? إذا I change the values من my attributes الهيل عم بيعمل animation على الواي على الزي على الاكس التوم عم يعمل animation. So هيك كأنه عم بيوقف على أصابيعه وهيك كأنه عم بيوقف على إجره كله. ترى amazing position. هيك صارت السكالتون تبع باليرينا كأنه نسينا للحظة this is the scientist. بس معلش حتى الساينتست فيه يرقص بالي. And then we have to repeat everything for the other leg. هلا الني كنترولر رح روح على الكرييت. I will create a circle. كمان I should enable it بقلب الفيوبورت. And then رح كون عم بخلق two other circles. بس I will snap the angles. So shift rotate 90 degrees بهذا الشكل to create the first circle. Shift rotate كمان بعد مرة to create the second circle and now I will connect them كلهم ببعضهم. في اعمل selection لثلاثتهم مع بعض right click convert to editable spline أو في simply أعمل convert لوحدة لأنه بكل أحوال I will attach البقية لإله. So رح روح على وحدة من بيناتهم attach and I will select the two others. وهلأ صار عندي my knee controller يلي عنده هيدا الشيب. I will rename it. Ctrl C underscore L underscore knee 01 and then Shift A snapped على البون تبع الني ساعتها بيصير محله مطرح الني ورح كون عم بعملها شوية scaling تما تضلها super huge and then I'm gonna move it forward حتى ما تضل ملزوقة بالنية ويقدر الانيميتور انه يزيحها يقشعها ان فاكت يقدر يزيحها. سو هلأ انا وكابسة على ال IK handle رح روح بدي اول شي غير له اسمه IK underscore L underscore ankle 01
وراح روح على الموشن بانل، ومن الموشن بانل راح انزل على الاي كي سولفر بروبرتي وراح نقي تارجت ل هالاي كي يلي هو الني كنترولر يلي انا خلقته قبل شوي. So now I have it بقلب ال pick target. So كيف ما بزيح ال controller أكيد بدي أعمل له alt right click freeze transform. الركبة عم تتأثر كمان وال IK solver عم بيبرم الركبة. So we're good. أكيد we tested ونرجع منردها لمحلها المزبوط. هلأ رح كون عم بخلق controller ل my hip. So رح روح على السنابينج اخد لاين اعمل كرييشن لارو شيب. I'm snapping it على الجريد بس حتى يصير اهين انه كون عم برسمها سمبلي. Close the spline. I can adjust shape قد ما بدي وبدي حطها حد الهب. And then رح روح على ال effect pivot only and I'm gonna snap it shift A واكبس على الهب حتى ال pivot يكون على الهب. And then أنا وكبس على my controller رح أعمل له mirror حتى يصير عندي من تاني ميلة exactly. I will attach them لبعضهم and rename them control C underscore hip shake. مش هايب hip. أنا عندي typos انتو انتبهوا لهيدا الخبرية. ورح كون عم بخلق كمانا controllers مثل hip shake ل my spline. So رح ارجع ارسم arrow كمان بعمل adjustment للشيب تبع my controller. I can even pick the color بقلب ال viewport. Shift move to duplicate it. رح أعمل وحدة لل spline 2 وحدة لل spline 3 وحدة لل chest. I will position them بشكل إنه يكونوا برج البون تبعهم. And then على كل وحدة رح كون عم فوت على effect pivot only shift A وكليك على البون تبعه. وبنتبه انه ارجع اطفي ال effect pivot only and I will rename them كمان according to the bone يلي هن موصولين لقلو. So this is control C underscore chest 01 وهدوليك رح سميهم spline 1 اللي هي التحتانية و spline 2 يلي هي بالنص. save and then I'm gonna link them. So رح روح على link. I will link the chest ل the spline 2 the spline 2 ل the spline 1 لأنه this is what naturally happens. إذا أنا عم بطعج كعب ظهري my chest automatically رح يكون عم بيوطي. وهلأ رح كون عم بخلق helpers. So رح فوت على the point box ورح زد له access tripod and I'm gonna create it and call it point control underscore hip 01.
and then shift A على الهب X, Y, Z بالworld و X, Y, Z باللوكل. رح روح على animation, constraint, orientation, constraint. أنا وبقلب ال بالهبون. So أنا وبالهبون animation, constraint, orientation constraint, and then على الهلبر that I have just created. And then I'm gonna link this helper لا الكنترولرز. So عملت constraint من البون على الهلبر and then I linked the helper لا الكنترولرز. رح كون عم بخلق كمان another helper بس يكون أكبر with a different color. And I'm gonna rename it. Point control underscore spine 01. Alt A على spine 2. Align position و align orientation local. Apply. Okay. And هلا رح روح على البون constraint animation constraint and link it to the helper. وبعدين رح اعمل linking للهلبر على الكنترولر. So I guess you're getting the grasp of things كيف عم بيصيروا. Control V to clone, في اعمل shift move. So I'm gonna create الهلبر تاني. And I will align it محله. Alt A align position و orientation مع spine 3. بكبوس على spine 3 constraints orientation constraint على الهلبر وبعدين من الهلبر I link it مع الكنترولر و I rename my helper و I do the same for the chest controller. وهلأ رح روح and create a star. في غير لها الشيب مثل ما أنا بدي وهيدا رح تكون center of gravity تبعولته. في تخنا غير لها الشيب بالviewport مثل ما أنا بدي and I will rename it control C underscore COG center of gravity 01. بعدين shift A مع الروت تبع الspine I will select الhip shake controllers وال B root spine 1 وآخر واحدة من الكنترولرز تبع الspine يلي هي spine 1 and link them to the center of gravity
سو هيك لما بهزه كل هدول اللي عملت لهم لينكينج هلا بهزوا معه. I can even rotate it. Dancing dancing tralala. I'm testing my controllers. أهم شيء انتبه إنه ارجع ردهم لمحلهم الأصلي. Alt right click freeze transform and save. Now for the neck. رح روح على top view اخلق shape يلي هي رح تكون circle للneck. شفت A مع البون تبع الناك. هلأ أنا هون عندي مشكلة كأنه بين التشست والناك. I will rename it control C underscore neck 01 ورح ارجع صغر الثيكنس تبع how I view it بالviewport. I will clone the helper ورename it فرد مرة. Point control underscore neck. Alt A مع البون تبع النك. Align position word و align position local. اوكي انتو مش مفروض تكون البون تبع الشست فايتة عندكم بالنك. ما بعرف صاير شي غلط عندي انا من قبل. رح روح على الناك البون constraint orientation constraint لينكت للهلبر and then روح على الهلبر اعمل لينكينج مع الكنترولر طبعا الناك. وسنس الناك بتتأثر بالموفمنتس تبع التشست I have to link my neck controller للتشست controller. And Alt right click freeze transform. Test it. ماشي الحال. Test the chest. إذا عم بيأثر النك كمان ماشي الحال. And now for the head رح كون عم بخلق arc من السبلاينز فوق الراس. Effect pivot only. Shift A مع الهيد. برجع بطفي الأفكت pivot only. I clone الهلبر تبع النك و I rename it point control underscore head 01. Alt A مع البون تبع الهيد كمان align position و orientation locally ومع الworld. I go على البون تبع الهيد constraints orientation constraints مع البوينت هلبر that I link to the controller تبع الهيد. So it's repeating itself وأكيد آخر شيء I freeze the transform و I link الكنترولر تبع الهيد مع الناك لأنه الهيد بيتأثر لما الناك يهز والناك بيتأثر لما الشاست يهز والشاست already موصول لبقية السبلاين والسبلاين موصولة بال center of gravity and I save. هلأ
بدي ظبط اللايرز. هلا انا صار عندي مشكله انه بايد بالبونز سو لازم نبقى ننتبه على هيدي الشغله انه نكون بقلب الديفولت عاده من الاول. سو هلا I will have to select them مع البونز لانه يحنا بلاير البونز. I will select all the controllers and I will add them to the corresponding layer and then I will select the helpers and I will add them كمان لل corresponding layer. So يحن ال controllers رح روح على curve controls. بدل ما اعملهم selection من السين بقدر اعمل selection للhelpers من layers. ما من هيك I named them in that way. So I would select the IK chains that I should rename والpoint helpers وراح كبهم بالother hidden objects لانه ماني بحاجة لقلهم يكونوا مبينين وراح اتأكد انه بالbone layer بس في bones. So I'm good. يحن الhelpers بقلب their corresponding layer. هلا رح نكون عم نشتغل على the clavicle control. So رح نرجع نروح على create. حفظت الـ pattern I guess. رح نخلق rectangle. فينا نظبط الـ size تنعمله square and then shift A مع الكلافيكل بون ورح روح affect object only تيضل البيفت بالنص. يعني في قصص عم نعملهم بيوصلوا لذات المطرح بس عم نعملهم بdifferent ways. سو يا اما كان في اعمل affect pivot only بخلي البيفت يصير على طرف الكلافيكل او I snap the object and then I move it on its own and I will rename it Control C underscore L underscore clavicle 01. Cloning كمان يا أما بعمل Shift Move أو بعمل Control C. وهلأ رح أخلق Pointer Helper مع Box و Axis Tripod. I will rename it. Point control underscore left underscore clavicle 01 Alt A مع clavicle bone align position و orientation And then من البون رح روح على animation constraint orientation constraint و I will link it مع ال point helper وال point helper رح أعمل له linking مع ال controller. و I will link ال controller تبع ال clavicle. مع أول وحدة من الظهر يلي هي الـ chest أعلى وحدة لأنه لما حرك my chest automatically رح تتحرك my clavicle. Alt A Alt right click freeze control حتى أعمل له freezing
I can test it. هيك صار عم بيهز كتفه. Why will have to repeat the same thing for the right side أكيد. Now رح نكون عم نخلق the hand controller. So رح ارسم ال hand controller using a line. And I'm gonna rename it Control C. Okay, Control C underscore L underscore hand 01. Okay, أنا كتبتها غلط, so صلحوها لأنه نحن عم نشتغل على left, إلا إذا كنتوا عم تشتغلوا على right. بس بكل الأحوال بدنا نرجع نعيد كل شيء على الميلتين. And now رح كون عم بكبس Shift A على ال IK handle. So I snapped it على ال IK handle, بس لاحظتوا صارت شوي زيحة, so رح روح وعمل Affect Object Only تأرجع زيحة how to place it in the right place. Very good. Next, create the helper. So again, point box my axis tripod. Rename it. Point control underscore L underscore hand 01. بعدين Alt A على البون تبع ال hands align position و align rotation apply. اوكي كتير منيح. بروح على البون تبع ال hands animation constraint orientation constraint على ال helper. بعدين I link the helper بالcontroller. And then Alt مع right click freeze transform. Okay. هلا أنا كيبس على ال IK handle constraint position constraint و I link it لل point helper. لكن من البون على الـ helper orientation constraint, من الـ IK solver على الـ point position constraint, و I tested. Is it moving? Yes. Is it rotating? Yes. كتير منيح. Alt right click transform to zero. So نحن عم نعمل freeze selection. Freeze transform قصدي كرمال حتى إذا غيرنا البوزيشن وبدنا نرجع نردها للزيرو Alt right click نرجع نقدر نردها للزيرو. هلا رح كون عم بخلق الكنترولر تبع القلبو كمان ذات الشيء ذات الكونسبت. سو رح ارسم ليتل سكوير مثل الكنترولر تبع البون تبع تبع الني. ورح ارجع اعمل له دوبليكيت مع روتيشن رجع a third one
and then I convert to editable spline. And I attach the two others. Okay, I test the size. Is it good? Should I scale it up, scale it down? بعدين شفت A على البون تبع الالبو و I will move it لورا. I will rename it Control C underscore L underscore elbow 01. وهلا من ال IK زاد الشيء مثل ما عملنا للني. I will pick a target وراح نقي ال elbow controller and alt right click freeze transform. وهلا I can test it. In case حسيت انه بفضل انه لما زيح الايد يتزيح الالبو معه, I can link الالبو للكنترولر تبع الهاند. اوكي وهلا رح نكون عم نكفي على خبرية الفينجرز. So رح اخلق N gone ورح انتبه انه السايز تبعه هو 4. في غير بالثكنس تبعه بكل شيء بشكله. I will scale it down a little bit. Change the name la control C underscore L underscore thumb 01. بعدين Alt A على ال thumb, align position و align orientation. I'm gonna convert it ل editable spline. حفوت على spline وأعمل له rotation. كتير منيح. And now I will affect the object only وعلي عن الأصبع. هلأ من البون تبع thumb 01 animation constraint orientation constraint على الكنترولر. والكنترولر I will link it للكنترولر تبع الهاند. هلأ test. Freeze transform. فينا حتى نعمل له freeze rotation. ورح زيد attribute holder لأنه هذا الكنترولر رح يكون عم بيتحكم بالروتيشن تبع thumb 1 والthumb 2 والثري. رح نكون عم نغيرهم بقلب sum custom attributes. So كيف خلقنا للاج ذات الشيء عم نعمل؟ رح نخلق string بالأول thumb والديفولت تكست بيكون secondary control. I will add it ورح اخلق two floats. اول float رح يكون اسمه thumb middle لانه الميدل بون تبع الثمب. الويدث رح يكون 100. الرينج تبع الروتيشن من minus 360 ل 360. وتاني واحد رح يكون عنده زيت الويدث والرينج ورح يكون اسمه thumb and z وهذا كمان كان اسمه
thumb middle Z لأنه الروتيشن اللي بيعملوها البونز تبع الثمب هن على الزي. Right click wire parameters, modified object attribute holder custom attributes. زيت الشيء مثل قبل على الروتيشن بس هالمرة بس على الزي وكمان degree to rad. And then I link my thumb and Z على ال thumb end. هلأ بما أنه بهالكيس ما عملنا linking على ال zero إلر لاحظت أنه برم شوي ال thumb بس it's okay we can place it again بال place المزبوط تبعولته. من هيك عادة كنا عم نستعمل zero إلر بس مش نهاية العالم إذا ما استعملناها. انتبهوا للتايبوز والكرشونة. كونكت كتير منيح. تست اوكي they're moving. هلأ بدي اكون عم بعمل زيت الشي لبقية الفينجرز اكسبت انه هونيك الميدل والاند رح يكونوا على الواي. Thank you.
هلأ رح نرجع نحط الكنترولرز بـ the right layer والهلبرز بـ the right layer. Okay, making sure and everything is in the right place. I will select all my controllers هلأ. Right click Curve Editor. We're gonna lock the controllers مطرح ما بدنا اياهم يكونوا عم بيعملوا animation. يعني we don't want them to scale مثلا. في منهم we don't want them to rotate. لكن اول شيء باللاج I don't want it to scale. بس بدي اياها تعمل rotation وبدي اياها تغير position. So بروح على scale بعمل right click lock. And then بني I don't want my knee to scale. بس فيها تعمل rotation وفيها تغير position. The center of gravity. كمان I don't want it to scale, so I lock it. Okay, بدنا نرجع نظبط hip shake one day. الهيب I don't want it to change positions على ال x y z و I don't want to scale it. So كمان I select كل شيء that I want to lock. Right click lock. كمان the spine 1, 2, chest, neck, will head. I don't want them to move بالposition. I don't want them to scale. I just want them to rotate. So رح أعمل ذات الشيء. Lock. كمان الhands I don't want it to scale بس I want it to move and to rotate. So I lock it بس على الscale. وبيضل في عنا الفينجرز كمان. So this is common sense. فكروا فيها هيك انه شو هي الانيميشن بديها تعمل شو الانيميشن ما بديها تعمل وهذا الاساس
you lock the controllers. I can test إذا عملت locking مزبوط. و I see all my controllers مثلا القلبو it's not scaling not rotating very good. بس it's moving. الكلافيكل كمان كان لازم نعملها locking على الموفمنت لأنه we don't want it to move or to scale. بس بعتقد I missed this. So you do it. Okay, since the rotation تبعني ما كتير العازة so I locked it. مثل القلبه. بس الموفمنت is important. And finally رح روح على ال curve controller controls layer لأنه هيك هيك رح أخلق now a control a final control يلي هو the entire body رح أعمل control تيتحكم بكل شيء my global control رح أضبط his thickness his size and I will rename it Okay, but I want to make sure إنه هو 000. One case حسيت إنه لازم يزيح شوي. I affect the object only. بس ال pivot ضروري إنه يضل بال 000. مش ضروري يكون rectangle في يتغير شوي shape تبعولته. هسميه control c underscore global control 01 و I will pick my controls يلي ما عندهم parents أو in fact the parents I will pick them يعني leg knee
the center of gravity, the elbow, the hand, and I will link them على هالglobal control. So هلا وأكيد رح أعمله freeze transform فيه, حتى أعمله freeze rotation لكل شيء فيكم تعملوه هدول الأخبار. And if I move it, ترى it's dancing. بس هودي ال right side is not being affected لأنه ما في بعد controls. بس it's good and we can scale it so we don't need to lock anything. So very good. My controls are set up. I'm good to go. Final step كرمال ال body rigging هو the skin. Thank you guys.